السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتيجة الأحداث في فلسطين، فنتيجة إن الواحد كإنسان أقل حاجة يعني، وإخوانه بيتضربوا، فكتبنا في الفيسبوك قفل الحساب، والموضوع سهل جدا وبسيط يعني، مش مشكلة. إيه الحساب ولازم الناس تدخل تعمل لايك وشير والحاجات دي كلها؟ لا أبدا خالص يعني. يعني اخواننا بيفقدوا حياتهم وبيوتهم وبتاع، واحنا نيجي نتكلم على حسابه ومش حسابه والكلام دوت. اخ غزاوي بتصل بيه اقول له اهلك عاملين ايه؟ الاتصالات مقطوعه، مش عارف يكلمهم، مش عارف يطمن عليهم. قال لي في ده فلسطين يعني، ما يغلوش على ربهم. يعني موقف هزني. فهنيجي نتكلم بقى على حسابه ونستغل السوشيال ميديا في حاجات زي كده لا خالص خالص خالص، انا مش بطالبك تخش على الحساب بتاعي ولا تعمل شير ليا ولا اي حاجه خالص. لا يا اخي، خش اعمل شير لاي بوست لفلسطين من اي صفحه، وبالذات صفحه الجزيره فلسطين، يعني لقيت هي فعلا من افضل الصفحات. على التجرام في مواقع كتيره، صفحات كتير جدا بتتكلم على قضيه وتنشر قضيه. ده افضل حاجه، ان احنا نوعي الناس بالاجيال. الاجيال القادمه لازم تبقى عارفه القضية وعارفة النصر الكبير اللي حصل، ونعرف طبيعة اليهود. وطبيعة اليهود كلها تقدر تعرفها من خلال القرآن، تقرأ القرآن كده تعرف اللي قدامك دول بيفكروا ازاي، وتعرف ان غزة والضفة وفلسطين هما خط الدفاع الأول. لو لا قدر الله مبناش جنبيهم وحصل أي خلل، الكيان مش هيقف، الكيان معندوش حدود، هيروح داخل على دول تانية، يبدأ يشوف أقرب دولة ليه، أردن، لبنان، سوريا. فأنت لازم تقف معاهم، وإلا هتلاقيه دخل على الحدود عندك. فالموضوع مش سهل، لازم الدول تبقى واعية. قلت يوم مؤكلة الثور الأبيض، لازم يبقى فيه فهم للقضية. لو احنا ما ضحيناش بحساب على السوشيال ميديا، تقدر تعمل غيره، او تقدر تسيبه خالص، او تقدر انت ما تعملش حساب نهائي. فلو طلب منك انك تضحي بالمال، او تضحي بالروح، او تضحي بنفسك، هيكون ايه موقفك؟ فلا، لازم نكون عارفين ان دي يعني ايه اذى، حاجه تافهه، اذى يعني، كان حد خدشك كده ملهاش اي لازمه ولا تفتكرها. لكن هي الفكره كلها ان نبدا ان احنا نفكر، بالذات لو حد عنده حساب مرتبط بحاجات فلوس مثلا، او اعمال او حاجه كده. الحمد لله الحساب بتاعي مش مرتبط بكده، لكن لازم لو انت عامل كده تعمل اكتر من حساب، واحد خاص بحياتك الشخصيه، واحد خاص بالاعمال، واحد خاص بالاحوال العامه والاراء العامه، بحيث لو واحد فيهم اتضرب التاني يكون موجود وشغال وما يقفش. يعني كون انت رابط الشركة بتاعتك بالحساب ده. وبالمناسبة دي، موضوع المقاطعة ده حاجة مهمة جدا، لازم نخلي بالنا منها، لان جهات سلبي. انت مش مطلوب منك تدفع فلوس او تخاطر او تتكلم كلمة او يعملك مشاكل، لا، في منتج معين مش هشتريه. مفيش حد يخبط على بابك ويقول لك انت ما شريتش ماكدونالدز او كنتاكي ليه، من غير ما تتصل بالناس وتخليهم يجوا، لان ده طبعا ضرر على اخوانك المصريين او اهل بلدك. لا خالص، انا مش هشتري من المنتج ده، انا قرفان منه، اكلت منه طعم وحش. مش ما حدش يجبرك ان انت تشتري او تاكل منتج. والبدائل المصريه كتير جدا، والربحها بيخش كل المصريين، بينما العلامات ديت اغلبها بيروح للعلامه الامريكيه اللي بتضرني. وفي جمله شهيره قالها احد الناس اللي في الجيش الامريكي لما كان بيحارب في العراق، بيقول لك احنا شفنا ان المدن اللي فيها ماكدونالدز وكنتاكي قدرنا ندخلها بسهوله، المدن اللي ما فيهاش ماكدونالدز وكنتاكي وما تعملوش مع الثقافه الامريكيه صعب جدا ندخلها. وزي المدن كتيره عملت لهم مشاكل وقعدوا كتير على المعارف ان هم يدخلوها، لان هم ما تاثروش باسطوره السوبر مان، او مش مغرمين بالستايل الحياه الامريكي. فنتمنى ان شاء الله ربنا يحفظ بلدنا ويحفظ اهالينا في غزة والضفة، ويعني نشكر كل الناس اللي تقف مع
المقاومة، ونتمنى فعلا يكون في وقفة حلوة ونقدر نبني غزة بشكل أفضل. على فكرة غزة الرمز بتاعها هو رمز العنقاء، اللي هو الرمز اللي أنا حاطه على كل الفيديوهات بتاعتي، العنقاء اللي هو إن طائر لما بيموت بيتحول، بيتحرق ويتحول لرماد، ومن الرماد ده ينبت طائر آخر ويبدأ إن هو يطير. طبعا دي أسطورة، لكن فعلا غزة ناس كتيرة يعني حاولت إنها تدمرها، والحمد لله قامت تاني أفضل من الأول، غزة الهاشمية. فتحية لأهلنا في غزة، وربنا يرزقكم وربنا معاكم إن شاء الله، وإن شاء الله كل واحد يعني يشوف إيه اللي يقدر يقدمه، لأن دول أهلنا وجزء مننا. وكان المغتصب مش ناوي إن هو يتعاون معاهم، هو اللي بيفكر في حاجة واحدة بس، هو التهجير. أنا عايز أفضي غزة دي تماما من كل بشري، فبيحاول إن هو يدفعهم إن هم يسيبوا يعملوا النكبة ويسيبوا بلدهم لأي مكان تاني، يقول لهم بقى روحوا السعودية، روحوا مصر، وضغط عليهم فعلا إن هم يروحوا سينا، بينما أنتوا أصلا مش من هنا. أنتوا أغلبكم مثلا من روسيا، وأغلبكم من ألمانيا، وأغلبكم من دول أوروبا. كل واحد فيكم ياخد نفسه ويرجع لبلده ويعيش فيها، لأن هو مش موافق إن يبقى في دولة وفي انتخابات وفي كل حاجة. ليه؟ بيقول لك لا، الفلسطينيين عددهم أكتر، فكده كده لو حصل أي انتخابات إحنا كده مش هنفوز، أو هيبقى ليهم نسبة في البرلمان. إحنا مش عايزين كده، عايزين برلمان بتاع الكلام المتصل يكون فيه واحد أو اتنين بس، يقول شوية كلام ونقول إن إحنا عندنا حرية رأي، لكن الرأي في التصويت مش هيبقى ليه أي لازمة، ويمنعوه من الكلام والحاجات دي كلها. فهي نوع من أنواع العربدة أو نوع من أنواع، فربنا يستر وإن شاء الله خير، ويعني النصر القادم لنا حالة. متفائلين بنبوات الرسول صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يعني ننتصر في النهاية بإذن الله. طيب الفيديو ده معمول لهدف واحد بس، هو إن مفيش حد من أصدقائي يزعل لو لقى إن في ان الصفحه بتاعتي مش شغاله، فافتكر ان انا عملت بلوك. لا، هي الصفحه اتقفلت ومفيش اي مشكله في الصفحه تقفل، المهم ان محدش يزعل مننا. الموضوع سهل جدا وبسيط، يعني صفحه على الفيسبوك اتقفلت، ولا 20 صفحه، ولا 100 صفحه، ولا ما عملناش صفحه خالص على اي صفحه من السوشيال ميديا، عادي عادي. ده دي سوشيال ميديا، حاجات ملهاش اي لازمه خالص، بالعكس لعل ده يعني تدبير من عند ربنا ان الواحد يهتم بالحياه الاصل اللي احنا فيها، ونتابع اخبار اخواننا برضو من على التلفزيون او من الجرايد او من اي مكان، يعني مش لازم هي الفيسبوك. لو احنا موجودين على الفيسبوك لازم نستغلها كلنا، انا اقل واحد فيكم، في ان احنا ننشر خير. محدش يكتب كلمه تبقى سيئه في ميزان سيئات يوم القيامه، لا، قدر الامكان لو موجود قول كلمه حلوه، لو شفت كلمه حلوه نقفل احسن.